صباح الخير الجميع ثاني مرة علق مدري ايش فيه شيخ. شفت الظلم التحكيمي للأهلي أمس؟ ليه الأهلي لعب أصلا أمس؟ وما أدري يا أخي، ما أدري ولعب الأهلي أمس أصلا. إذا هو طالع أمس لاعب أمس ما أدري عنه، والله ما أشجع كورة ولا أعرف شيء في الكورة أبدا. انجلت البون ما سجل ولا هدف ويقوم بلنتي من تحت الأرض. أيوة العالمية صعبة قوية، أحبكم في الكورة. اللي يعلق عنده يطلع ويرجع، الوضع اللي عايش على التحكيم تبغاهم دبوا رنهم رن. والله ما ادري على الكوره ولا اشجعها ولا ادري، قسم بالله ما دريت ان في كوره. ترى لو ما قلتهم في كوره والله ما ادري ان في كوره. غير الموضوع يا شيخ، شكل الحبيب هذا مر النجم. والله اني الرابح انا اذا ما تابعت كوره، انا الرابح. شكلك نصراوي. والله لا نصراوي ولا هلالي ولا اتحادي ولا اي شيء في الحياه. ما حد فسر لي حلمي بالرسول، ان شاء الله تلقى مفسر. ما عندي دوام، شيخ سمعت في حديث يقول راكبات المواتر. وش ذا الحديث ذا؟ ذا يعني سواقة محرمة للنساء. وش ذا الحديث؟ أول مرة أسمع راكبات المواتر. يا أخي المواتر مو كلمة أساسا، اللي جينا نتكلم إحنا باللغة العربية. المواتر مو لغة عربية، مواتر جنرال موتورز. ما ادري يا اخي، اول مره ما قد سمعت بالحديث هذا. تكيس ذا الظاهر والله اعلم. لكن نصيحه، ادخل على موقع الدروس السنيه، الدروس السنيه يطلع لك الموضوع الحديث. لا احد شفت رد وسيم يوسف على ام بي سي؟ لا والله ما شفته ولا ابغى اشوفه يا رجال. يقول لك في مثل الذيب ما يهمه كثرة النعجة. نعم، فأنا أقول يا جماعة الخير، وسيم يوسف قد تكلمنا فيه، والعلماء تكلموا فيه كثير وحذروا منه. يا جماعة الخير، لا أحد يسمع له، لا أحد يحط على القناة اللي هو يطلع فيها، لا تناظرون برامجه، لا تنشرون مقاطعه. فكوا الناس من التدليس اللي هو قاعد يسويه. حتى الإمام البخاري وحديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي صحيحة يشكك فيها. طيب أنت الآن تشك في صحيح البخاري، يوم أنك تشك في صحيح البخاري وتشك في صحيح مسلم، هذه الكتب الصحيحة واللي اجتمعت الأمة على صحتها، أنت منين أخذت دينك؟ منين أخذت عباداتك؟ منين أخذت؟ فيا جماعة الخير، لا أحد ينشر الوسيم يوسف هذا، حتى مجرد مقطع وإن كان معناه صحيح لا تدل الناس عليه، لا تدلون الناس عليه، لأن الرجل يدلس كثير ويدس السم بالعسل ولها أهداف. انتبهوا، لا أحد يسمع له ولا أحد ينقل له ولا أحد ينشر له. اللي مسمي نفسه
وسيم يوسف، لا أحد ينشر له أبدا ولا أحد ينقل له مقاطع فيديو. العلماء حذروا من الفوزان البراك، الشيخ عثمان الخميس، كثير من العلماء، الشيخ صالح عبد العزيز الفوزان، كثير كثير حذروا منه من قبل ما تطلع مدلهماتها الأخيرة هذه. هو رجل دائما يتكلم عن، اسمحوا لي أتكلم بصدق، رجل دائما يتكلم عن العاطفة، وعاطفي عن الحب وعن النساء، عن الحريم، ما فيها شيء يتكلم عن النساء، بس أنه يجذب، عرف شو، القلوب بطريقة أو بأخرى. لا تعدد، ليش تظلم الأولى بالتعدد؟ كان الله حرم، يعني بقول لكم كلامه يعني وبرد عليه. التعدد، من هذه المرأة الثانية أو الثالثة التي تكسر خاطر الأولى من أجلها؟ أليس حراما عليك؟ لو حرام كان ما حلها الله. فيجي من أسلوب الملتوي، عرفت شلون؟ يجي أسلوب الملتوي، هذا ما يجوز. فانتبهوا، الله يرحم والديكم. إيش فيني من قهر منه؟ شوف هذه اللي مخها في مثاناها، إيش من قهر منه؟ أنا أحذر منه. هذه المخها في المثانة، عرفت المثانة الغليظة اللي ما بعدها شيء. مخها في المثانة، المثانة مثانة غليظة، المثانة اسمها. أنت اللي تسأل عن الثعبان والحية، شوف في مقاطع منزلها تحت عن 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 الثعبان والحية، وعن قد نزلت مقاطع يا أخي، صعب إني أتكلم كل يوم عنها، اسمها معاه غليظة ومثانة، والله توني يدري معاه غليظة. يلا معاه كنتي موصي ست بوصة ما شاء الله، طريقة تحسين العين، أذكار الصبح والمساء، يحفظك الله بإذن الله. بالله مثانة حقة البول، والله اني ما ادري، احس بالمثانة اللي هي الامعاء الغليظة، قسما بالله ان اختلطت علي الامور، لكن يلا عقلك في امعائك الغليظة. ساقط في العلوم والأحياء، ليش ما تشوف كلامنا؟ شوف يا جماعة الخير، بعض الرموز قد تكلمت عنها، المطر تكلمت عنه، شوف شوف تكلمت عنه تحت. سبحان الله. يلا عوافي عليك في سورة البقرة. طيب ابشر، لازم ترجع له. تفضل تبي تكلمني عن عدة سن، كيف عندي عرفت، كيف عرفت اني قد جاوبت عليه الفستان، قد تكلمت عن نفس السناب، قد تكلمت عن ما يلبس المرء أو ما تلبسه المرأة أو ما يلبسه الرجل في السناب، كان حوالي 3 أيام أو 4 أيام تكلمت عن الملابس، ما أقدر أعيد الأهمية. والله أكبر، حط توقيع
الهمية لازم تفسر الهمية بعد إذن، بعد إذن الله. والله إنه ليش ليش تقول عكسة بقرة؟ فإنها بركة ولا تستطيعها البطلة. إذا أعطاك أخيك عملة ورقية دولار ماذا تعني؟ معناته إن أعطاك عملة ورقية، شلون يعني؟ شو ذا السؤال ذا؟ الدود لا. أنتم كل شيء تبون أتكلم عنه، يا ربي. 100 ريال في الملام، يا رب انك ترزق 100 ريال يا جماعة الخير. والله يا بعض الأسئلة، والله يا بعض الناس يبغاني أتكلم عن رموز في الملام، غريبة عجيبة بصراحة. الله يسعدكم، قولوني بس. وين راح 700 800؟ راحوا مع 1800. ازعاج وش تسوي؟ هلا والله، وحية. الله يرزقني 100 مليون، آمين. هل الرقية بالماء تنفع؟ ينفع بالله عز وجل. صوت السماعة مزعج. طيب ايش اسوي يا جماعة؟ ما اقدر لاني في مكان عام. يا ربي السماعة لا مو جديدة، بس انها جاية مع الجوال. يا اختي اللي ايش مكنوف، حلمك مرعب، اسحبي عليه، تعوذي من الشيطان. كل احد يشوف حلم مزعج، نصيحة، كل أحد يشوف حلم مزعج، حلم يحزنك، حلم يضيق صدرك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قمت وضو صار لك ركعتين ولا تفكر فيه، طنش طنش خلاص. خلاص طنش. صوت التشويش من لحيتي. طيب ايش اسوي؟ طيب اي احد يشوف حلم مزعج، تعوذ من الشيطان. لا تزعج نفسك، لا تزعج نفسك بمثل هالامور هذه. ليش فيصل يقول ليش اكثر اللي يطلبون تفسير احلام حريم؟ هذا السؤال نزلت له مقطع. ليش اكثر الحريم يحلمون؟ ليش الحريم اكثر احلام من الرجال؟ وليش دائما الحريم مهتمين بجانب تفسير الأحلام أكثر؟ قد نزلت عليه مقطع وجعلوا، قلت لأن الحريم ينامون أكثر في العالم، ما أتكلم في السعودية، ضعيفات حريماتنا، حريمنا ما ينامون مساكين، يشتغلوا بعيالنا وطبخ ونفخ، فهم أقل نساء في الدنيا ينامون حريمنا، بأكثر نساء العالم. نساء العالم تفضخت رؤوسهم من النوم، لكن عندنا لنا لا شهادة يعني ما ينامون. هذه دراسة أنا قريتها، أن النساء أكثر نوم من الرجال. دراسة قريتها، أكثر من دراسة قريتها في جوجل، كتبت جوجل وطلع لي أكثر دراسة، أكثر نوم في العالم النساء أكثر من الرجال. ما هم يقولون، أنا ما لي دخل، بس نزلت أنا مقطع وشبوا علي، قلت لا حريم لأنه غير ما ينامون، ما ينامون. طلعوا علي يا رجال. فأما اهتمامهم ليش أكثر؟ لأنه قد يكون عندها جانب عاطفي بشكل كبير، حب استطلاع بشكل كبير يعني عند بعض النساء، أمور نفسية عشان كذا. بس والله العظيم الله حسيبك وقوم منك يا المودي. ها شفتوا شلون؟ بسبب هرمونات يا أخي ما ينامون مشاكين. حريمنا حريمنا مشاكين، ارف ترفقوا عليهم.
اي والله حريم يهتمون بالعيال، يهتمون بالبجران، يهتمون صادقين صادقين مساكين والله. وبطلع للسيارة، أتوقع أن النساء أكثر تدين من الرجال عشان كذا يحلمون. إيش رأيكم، كلام هذا صحيح ولا لا؟ الكلام هذا صحيح ولا لا؟ كلام صحيح ولا لا؟ أقول والله تعبتونا يا الرقاة، والله لا أتعبنا كل شيء، لا حد جاك ولا حد طق عليك الباب ولا حد قال لك شيء، شلون أتعبناك؟ صحيح 100%. واسكت يا المودي. صح، أتوقع النساء أكثر تدين من الرجال عشان كذا يحلمون. كلامها صح ولا لا؟ إيش رأيكم؟ جاوبوا، عاد أنتم جاوبوا كيفكم. صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خير. صح كلامك، كلامها صح اللي مثبت ولا لا؟ صح 100%، صح كلامها، صح طبعا. لا لا، مو صح والله، ما ادري عنكم. الإجابات واضح ان الوراء عدو للوراء. لا إله إلا الله. انتم سبيتوا نفسي في الواقع والاحلام والاختصار، انتم كوابيس. الله اكبر، احنا كوابيس. الرجال أشوى من الحريم 24 ساعة. أيوة، النساء أكثر قلق. أنا حرام. من كثرة الهموم والأشغال. أرحب أنت. والله شوفوا، قضية كثرة الأحلام بسبب أن المرأة أكثر يعني إيمان ودين من الرجل غير صحيح. كلهم في خير، الرجل في خير والمرأة فيها خير إن شاء الله، سواء كان دين أو دنيا، فما لها علاقة الأحلام، ما لها علاقة. ما لها علاقة. ما في صوت؟ في صوت شو؟ واضح كويس. صحيح. متى زور المدينة؟ الله يسر. جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا. البشماغي، أبطلع إن شاء الله، عندي مشوار اليوم، فالله يسر دعواتكم. جماعة، في واحدة هنا تقول أنا حلمت فيك إنك تعذب عشان حلمت فيك إنك تعذب
تعذب عشان وحدة فوزتها بعسل وارسلت لها، وش التفسير؟ تتوقعون اللي تكذب بحلم تكون صادقة انها فازت بعسل ولا ارسلت لها؟ اللي اسمها ميم. تتوقعون ان اللي يكذب في حلم يكذب على الله ان اراه شيء، ان الله اراه، يدعي ان الله اراه شيء، ما راح يكذب علي انا؟ راح يكذب. فأنا عارف في بعض الناس ما زبطت معه، سبحان الله، يقول الحق الكذاب الباب بيته، حرام. هذه تبي عسل، تبين عسل أعطيتك عسل، بس ما في استماعي. اللي فازوا كلهم الحمد لله بفضل الله استلموا عسلاتهم، تبين عسل؟ تبي عسل؟ أستغفر الله. ترى عادي الواحد يعني اللي قولي أبي يعطيه، ما في مشكلة، بس باحترام، مو بالسلوب هذا. تبي عسل شكلها، والله شوف لو انها محترمة كان افوزها بعسل كذا، يعني كل هذا عشان عسل. ترى هذا حسابها الثاني، شوفوا. هذا حسابها الثاني. استغفر الله. والله شوف، والله 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 الذي لا إله إلا هو، إذا هي فايزة بعسل فهو صلها، والله الذي لا إله عسل. ترى أنا بيع العسل والحمد لله والخير عندي والي، بس إنها كذابة، عرفت شلون؟ تبي تشوه. على العموم كل اللي فازوا يستاهلون، فهم أخلاق قبل كل شيء، وجاوبوا قبل كل شيء. ولو فزتي أنت فعلا حقيقة فزتي، يعني والله ما تذوقينه. لو فزتي والله ما تذوقينه، لو انك فايزه صدق. يعني تبين عسل الطحال؟ انا محترم، اعطيني عسل وزين. استغفر الله، انا عسل ما احتاج. جايه من واتريلات والله شكلها. واللي ما فازوا بعد يستاهلون، ابشروا ابشروا، بسوي مسابقه ثانيه، أبسوي مسابقة ثانية وأبشروا، أبسوي مسابقة ثانية وأبشروا، بسوي مسابقة عسل إن شاء الله. أبشروا أبشروا بالخير، أبشروا. أهل الكويت يبون يسوون مجبوس عسل، ما يصير يبا. أصدار الله، الله يبارك لكم. مسابقة في البث، أبزيل لكم إن شاء الله مسابقة وموبايل، والله ما عندي موبايلات، أبزيل لكم مسابقة إن شاء الله، أبزيل لكم مسابقة إن شاء الله، وأبشروا بالخير. مسابقة أعطيكم جوائز نفس اللي أعطيكم أول. ما أبغى عسل، أبغى تفسير. أبشروا أبشروا. يلا عاد أستأذنكم، عندي موعد لازم أطلع له بدري عشان أوصل موعدي. الله يستر يا رب، دعواتكم. في امان الله.